مشفى الجامعة السورية تم تأسيسه لأول شيء لتدريب الطلاب لمساعدتهم بإتمام استاجاتهم سواء هون ولا الطلاب التابعين لجامعة حلب أو أي جامعات تانية الموجودة بالمنطقة أو حتى ممكن فينا نقول بأماكن تانية. مشفى الجامعة بيحوي غرفتين عمليات متكاملة بالإضافة لقسم نسائية قسم أطفال، في عنا كمان جناح مرضى متكامل، الجناح بيحوي أقل شيء 40 سرير، في كمان عنا قسم العناية المركزة، طبعا قسم العيادات الخارجية أقل شيء فيه 5 عيادات، وفي عنا قسم إسعاف كامل لاستقبال حالات الإسعافية. طبعا بالنسبة للأسعار، الأسعار رح تكون ملائمة تماما للظروف المادية اللي عم يعيشها شعبنا الحالي. هذا المشفى موقعه مهم جدا، كون انه هو قريب جدا على المخيمات، راح يخدم شريحة واسعة من أهلنا ضمن سياسة مديرية الصحة في مدينة عزاز لدعم إنشاء المشافي الخاصة والاختصاصات النوعية. فهذا المشفى راح يخدم الطلاب الجامعة نفسها أن يقوموا بتدريبات الجلسات العملية فيه، وبنفس الوقت راح يخدم أهلنا اللي موجودين بهاي المنطقة كمشفى فيه كافة الاختصاصات. احنا كنا في السنة الماضية فقط كنا ناخذ قسم نظري يعني، وقسم العملي كان في المختبرات ولكن كان بشغل بشكل مصغر يعني، فكنا نواجه صعوبة كثير بالنظري. اما الان الحمد لله الحمد يعني في المشفى، فالقسم التدريبي ياخذ مجاله اكبر. ثانيا انه ممكن للطلاب اللي عم يدرسون في الجامعة السورية يتيح لهم فرص عمل تدريب في المشفى، مما يزيد من خبراتهم والدخول إلى المشفى، وممكن أنه مثلا بعد التخرج يكون الواحد عنده تهيؤ لهذا التدريب وهذا العمل. هلا بالنسبه لطلابنا مبدئيا هالسنه كانوا تقريبا ما يعادل 60 طالب، بس انا برايي رح يكون الاحتواء بالسنوات القادمه لسه اكثر واكثر، لانه المشفى كبير وبيسع اكبر حدد ممكن من الطلاب، يعني ما فينا نحدد لانه فعلا المشفى كبير بصراحه، سواء من ناحيه عيادات او من ناحيه العمليات او حتى الاقسام بحد ذاتها. وطبعا نحن تعاقدنا مع خيره الاخصائيين، فهون الاخصائيين رح يعطوا خبراتهم لهدول الطلاب سواء الطلاب العاديين او حتى بالنسبه للدراسات العليا. نتمنى انه كمان طلاب دراسات عليا يجوا انه يعني ناخذ مذكره من وزاره الصحه او حتى التعليم العالي حتى هن انه يكملوا استاجاتهم هون.